خدعت الماراكانا. في عام 1989 وتحديدا خلال تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية، لعبت البرازيل ضد تشيلي على ملعب ماراكانا الشهير. كانت المباراة حاسمة وانتهى الشوط الأول بدون أهداف. في بداية الشوط الثاني سجل البرازيل لكاريكا الهدف الوحيد في المباراة، وضع البرازيل في المقدمة. ولكن اشتدت المباراة في الدقيقة 67 لما سقط حارس المرمى لتشيلي روبرتو روخاس على الأرض متأثر بإصابته من الألعاب النارية اللي رموها المشجعين البرازيليين. وغادر لاعبين ومسؤولين المنتخب التشيلي بقيادة اللاعب فرناندو أستينجو الملعب محتجين. حاول الحكم الأرجنتيني خوان كارلوس إقناعهم بمواصلة المباراة بس بدون فائدة. في اليوم اللي بعده كشفت صور تلفزيونية والعديد من المصادر إن الشعلة ما ضربت الحارس وإنها سقطت على بعد متر منه. بعد الاستجواب اعترف روخاس بأنه جرح نفسه بأداة كان مخبيها في إحدى قفازاته عشان يوهم إنه المشجعين أصابوه. وقال كمان إنه أورلاندو مدرب تشيلي طلب منه من طبيب الفريق دانيال رودريغيز إنهم يهولوا الأمور عشان يجبروا الاتحاد على لعب مباراة على أرض محايدة أو إقصاء البرازيل من المنافسة لصالح تشيلي. وبعد 10 أيام من المباراة قررت الفيفا حظر الحارس روخاس من لعب كرة القدم، وتم منع تشيلي من تصفيات كأس العالم 1994، وتم حظر قائد منتخب تشيلي فرناندو من لعب كرة القدم الدولية لمدة 5 سنوات لقراره بعدم إكمال المباراة. حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المباراة انتهت بفوز البرازيل 2-0 على تشيلي بحجة الانسحاب، من أكثر المباريات اللي أثاروا الجدل في تاريخ كرة القدم.